نعطيك انا حل، ما نسمح هضروا غير انتقاد انتقاد. لازم نلقاو ميكانيزمات وادويه باش هذه الشركات الاقتصاديه اللي راهم في الجزائر يدخلوا لعالم كره القدم بمنطق الربح، ماشي بمنطق واش رانا نشوفوا حاليا. لانه اليوم كل الانديه بدون استثناء ولا كل الشركات اللي راهي دركا في الحاكمه للفوتبول الجزائري والانديه الجزائريه كلهم فايد، كلهم نعم يعانون من عجز مالي. هذا ما يخلينا اليوم حالة اليوم انا شفنا باللي قادرين على تنظيم اي منافسه افريقيه، اليوم قدمنا ملاعب ولو انه هذا مازال ما تكفلناش بالملاعب، انا شفنا باللي طروا كذا. اليوم لازم نلقاو واحد يا سيدي هذا في الجزائر، هذه في هذا القطر الجزائري، يا خويا يخلي انه الشركات يدخلوا لعالم كرة القدم وكل واحد بدا باسكو الاحتراف ب 32 فريق ملي بديناها بديناها فوق كاين دي كلوب كاين دي كلوب اللي ما كانوش قادرين انهم يدخلوا الاحتراف، بصح الله غالب هاي قال السوسيال هاي خليهم يدخلوا هاي خليهم ها واش دوك اليوم ورانا نعاني